اليوم من بورصة الرأي نسألكم: هل يمكن أن تبادروا باقتراح قوانين أو بالاعتراض على قرارات حكومية في حال منحتم هذا الحق؟ مشروعا قانونين تناقشهما الحكومة المغربية، يسمح أولهما للمواطنين بتقديم مقترحات لقوانين، فيما يتيح الآخر إمكانية الطعن على قرارات السلطات الحكومية والمؤسسات التابعة لها. قانون اقتراح القوانين يشترط توقيع 25,000 من المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية. القانون الخاص أو المشروع الخاص بالطعن على قرارات حكومية يفترض أن يوقع على طلب الطعن ما لا يقل عن 7,200 مغربي يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. المبادرة المغربية هذه هي الأولى من نوعها في العالم العربي، لكنها معتمدة على نطاق واسع في الدول الغربية. فما رأيكم فيها؟ هل يمكن أن تبادروا بالاعتراض على قوانين معينة أو باقتراح أخرى في حال أتيحت لكم الفرصة لذلك في بلدكم؟ هل تعتبر إجراءات من هذا النوع من أسس المشاركة الديمقراطية المتعارف عليها وكيف؟ وهل تساهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات والمواطنة؟ مشاهدينا، شاركونا الرأي عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو اتصلوا بنا مباشرة عبر رقم الهاتف للمشاركة معنا. ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي سعيد سليم، وهو صحفي مغربي معنا من باريس. مرحبا بك سيد سعيد. يعني هذين المشروعين، مشروعا القانونين في المغرب، طبعا كانت هناك ظروف وأجواء هيئت للتوصل لمناقشتهما. ما هي هذه الأجواء وكيف يمكن أن يعني نفسر ببساطة هذين القانونين؟ نعم، شكرا أستاذة. فقط بالنسبة للاسم سعيد سالمي وليس سليم. يا أهلا وسهلا. أما بالنسبة للقانونين، الظروف التي أدت يجب ألا نتناولهما في بغض النظر عن السياق السياسي العام الذي أتيا فيه. أولهما أنهما تأويل لفصل واضح، الفصل 15 من الدستور، الذي ينص على نفس الشيء. يعني الثاني أن المغرب ما بعد فبراير 2011 ليس هو المغرب ما قبل هذا التاريخ. بعد هذا التاريخ، يعني تاريخ الحراك المغربي، أصبحت هناك مشاركة كثيفة كثيرة من قبل شرائح اجتماعية عديدة في الشأن السياسي المغربي. إذن هذا الاهتمام بالشأن السياسي المغربي أكيد أنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في دوائر أو في صنع القرار السياسي، وهو ما جعل أن هناك محاولة لمأسسة هذا التأثير، يعني أو ما يسمى في العلوم السياسية بالمشاركة غير المؤسسة، لا بارتيسيباسيون نون كونفونسيونيل. إذا كانت المشاركة المؤسسة تتمثل في الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والنقابات التي هي منظمات مؤسسة، فإن هناك مشاركة غير مؤسسة تتمثل في الاحتجاج السلمي في الشارع، وفي توقيع العرائض أيضا، وفي النقاشات الدائرة خارج الفضاء السياسي الرسمي. إذن هذا يمكن أن نعتبره محاولة لتنظيم هذا الحراك الذي بات يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية المغربية، أقصد الحراك غير الممأسس. طيب، يعني هذان القانونان كما أشرت، يعني الأول يسمح بالاعتراض على القوانين، والثاني باقتراح قوانين أخرى يأتيان ضمن ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. لنفهم الفرق بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. نعم، هو لتسليط الضوء على الفرق، شكرا على السؤال، لأن هذا سواء في الدول الأوروبية أو في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، فيأتيان ضمن هذا الفرق الذي أثرتموه. بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، هناك نقاش بدأ يطرح في الساحة السياسية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حتى أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانات متعددة
يحذر فيه أو يطلق أجراس الخطر عن مستقبل الديمقراطية التمثيلية. لماذا؟ لأن الديمقراطية في الأصل هي ديمقراطية مباشرة، يعني أن كل مواطن يستطيع أن يصنع، أن يشارك في صنع القرار. أما الديمقراطيات الحديثة فنشاهد أن هناك تمثيلية أو برلمانات هي التي تقرر بدل المواطنين، وهذه التمثيلية للبرلمان أو للمؤسسة التشريعية قد لا تعكس بالضرورة إرادة المواطنين. إذن هذه هي الديمقراطية التمثيلية وهذا عيبها في الحقيقة. الديمقراطية التشاركية هي تستمد روحها من التعاقد الاجتماعي الذي يشكل روح يعني عصر الأنوار من جون جاك روسو وديفيد هيوم وإيمانويل كونت إلى غيرهم من فلاسفة التنوير، كانوا يثيرون، كان شغلهم الشاغل هو تحديد هذا التعاقد الاجتماعي الذي يجعل كل مواطن يشعر بحقه كمواطن، حق المواطنة وحقه في المشاركة في دوائر القرار. إذن هذه هي الديمقراطية التشاركية. إذن بين الاثنين، بين الديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على البرلمان بشكل أغلبي أو بشكل كبير في صنع القرار، وما بين الديمقراطية التشاركية التي من المفترض أن تأخذ رأي كل المواطنين، إذن للمساواة بين هاتين الاثنتين يجب تشجيع هذه المشاركة غير المؤسسة في الحياة السياسية. ابقى معي سيد سعيد، سأعود إليك. نشرك معنا حسن أمين وهو مواطن مغربي من الرباط. مرحبا بك حسن. هل تعتبر أن مثل هذه القوانين يمكن أن تشكل نقلة ديمقراطية للمجتمع المغربي؟ ألو، سلام. أنا سعيد بزاف نتكلم معكم في هذه المداخلة هذه بخصوص. بالفعل كما قال الأستاذ، هناك حراك شعبي مغربي مختلف عما كان سابقا. فالمقترحات في القوانين في مجلس النواب يتم إما عن طريق الأحزاب أو عن طريق الحكومة، وكذلك عن طريق الشراكة اللي تتكون عن طريق الجمعيات. فمثلا كان في المغرب حاليا حراك شعبي حول مدونة القانون الجنائي، وكانت مجموعة من النقط مدرجة في هذه المدونة، مثلا الإجهاض، مثلا حريات. فكان شراكة مع منظمات ومجتمع المدني في إخراج بمسودة توافقية تمثل الحدث الحالي. النقطة الثانية اللي بغيت نشارك فيها هو الاعتراض. هل من حق المواطن أن يعترض على القوانين؟ ففي المغرب هناك مسطرة قانونية ممكن لكل شخص تعرض لشطط في استعمال السلطة أن يعترض على القوانين الصادرة عن المؤسسات العمومية أو مؤسسات الدولة، وهذا يتم عن طريق المحاكم الإدارية. وهناك حالات كثيرة جدا أناس تعرضوا للشطط في استعمال السلطة من طرف مؤسسات الدولة وتم الاعتراض عليها في المحاكم الإدارية. طيب حسن، يعني المحاكم الإدارية أنصفت هذا الناس، وهذا دليل جدا، هذا نقلة نوعية جدا. أنت هل يمكن أن تبادر يعني إلى اقتراح قوانين، وأي نوع من القوانين قد تقترحها شخصيا؟ أوكي. بشكل فردي لا يمكن لي كشخصي أن أقترح قوانين، لكن الدولة حددت كيفية ممكن للمواطن أن يقترح قوانين، إما عن طريق اندماج في الأحزاب ثم من بعدها يكون في برلمان فيقترح، أو عن طريق ممثلين الحكومة. نعم، يعني هناك آلية تنظيمية يجب أن تؤثر بالطبع هذا النوع من المشاركات، ولكن أنت يعني تبدي استعدادا للمشاركة فيها ولإدلاء الرأي ربما في تغيير أو بهدف يعني تغيير القرارات المعتمدة. صح، عن طريق المجتمع المدني. هناك مؤسسات مجتمع مدني تشارك في صياغة قوانين. مثلا القانون الجنائي حاليا لموضوع النقاش كان نقاش واسع في المجتمع المدني، وكان حوار كبير جدا. شكرا. فحتى من خلال الدستور كذلك. شكرا جزيلا لك حسن أمين من الرباط للمشاركة معنا. تنضم إلينا دعاء بوليف وهي مواطنة مغربية من الرباط. مرحبا بك دعاء. ما الذي تمثله قرارات من هذا النوع بالنسبة إليك، وهل يمكن أن تمارسي حق جديد، حق بالاعتراض وباقتراح قوانين؟ أولا السلام عليكم.
وعليكم صراحة السلام. لا أرى، صراحة لا أرى أي إشكالا في أن أبدي رأيي بخصوص أي من القوانين المطروحة من طرف المسؤولين، فهي صنعت من أجل المواطنين وللمواطنين، ولذا سيكون للحق الكامل في الاعتراض عنها إن لم تكن تلائمني أنا شخصيا باعتباري جزءا من هذا الوطن. يعني وإن كانت هذه القوانين اجتماعية أو اقتصادية فلا يهم، كما أنه لو لزم أن أعطي قوانين أخرى أو اقتراحات قد أراها أنا معقولة، فلما لا؟ لا أبالي إن كان سيؤخذ بعدها برأيي أم لا، لكن المهم أن أعبر عن وجهة نظري وأن يكون لي يد في صنع القرار. نعم، دعاء يعني أي يعني قرارات من الممكن أن تطعني بها؟ أنا كشابة يعني قد أرى الجانب الأسري، قد أرى أتكلم يعني قوانين تخص الأسرة، تخص الزواج، من أي ناحية يعني؟ القاصرات. نرى يعني زواج قاصرات، وكما ومع أن يوجد قانون يمنع زواج القاصرات، إلا أن بالرشوة يعني تقام عدة أمور بالخفية، يعني نعم، قد شكرا، أفكر في صنع قوانين يعني مشددة شكرا بخصوص جزيلا هذا. لك دعاء من الرباط. كاميرا بورصة الرأي انتقلت إلى العاصمة المغربية وسألت عينة من المواطنين هناك عن رأيهم في موضوع حلقتنا، هل يمكن فعلا أن يبادروا بالطعن ببعض القرارات أو باقتراح قوانين جديدة؟ إذا منحت الفرصة في أن أتقدم بمشاريع ومقترحات سأختار مجال التعليم، لأنه يحتاج إلى مبادرات ومجهودات أكثر. لكوني طالبة أظن أننا نحتاج إلى تشجيع وإلى مشاريع كبرى لكي نتمكن من المواصلة في طريقنا. بولا تعطتني فرصة أنني نعطي شي حاجة جديدة في بلادي أو نقدم شي معارضة ولا هذا. في الغالب غادي نختار ثلاثة ديال المجالات اللي هما مجال تطوعي اللي فيه الشباب كثرة، ومجال تعليمي، ومجال الصحة. باش تعطيني فرصة نقدم شي مبادرة لبلادي كنفضل أنا ندير مشاريع اللي أنا فيهم خصاص بحال التعليم والصحة والقطاع ديال التطوعي. كانت عندي فرصة أنني نقدم مشاريع حكومية أو يعني مقترحات الحكومة، فهي في الأساس غادي تكون في الجانب ديال التعليم وديال الصحة وفي الجانب الاجتماعي. من آراء بعض المغاربة الذين يبدون استعدادا وتحمسا حسب العينة التي شاركت معنا لاقتراح قوانين بعينها إلى بعض المشاركات الإلكترونية. مصطفى غزوي عبر فيسبوك: من حق المواطن في كل الدول الاعتراض على أي قانون ولا ينتقص ذلك من وطنيته في شيء. زكريا المحرمي: أخطاء الحكومات العربية هي إصرارها على عدم إشراك المواطن في صنع القرار. أعود إلى سعيد سالمي الصحفي معنا من باريس. سيد سعيد، يعني قبل أن نغوص أكثر في يعني الأطر، أود أن أعرف الأطر التنظيمية لقرارين من هذا النوع وأي مجالات تشمل، بمعنى ما هي القرارات التي لا يحق لأي مواطن أن يعني يمس بها؟ نعم، هنا يبدأ فعلا كما قلت، يبدأ جوهر الإشكال، يعني أن هناك بعض المجالات التي حددتها هذه مشاريع القوانين لا يحق لأي مواطن أن يقرر فيها، مع العلم على أن الناطق الرسمي باسم الحكومة أو المتحدث الرسمي باسم الحكومة عندما أعلن عن المصادقة عن هذين المشروعين في المجلس الحكومي وأننا سننتظر مجلس الوزراء، قال بأن بعض الوزراء أبدى تحفظات بخصوص بعض النقاط، ولا نعرف إلى حدود الساعة ما هي هذه النقاط. الذي نعرفه لحدود الساعة هو أن هناك قطاعات التي اعتبروها سيادية كالملكية أو القرارات القضائية لا يحق لأي مواطن أن يقرر أن يقدم مقترحات بهذا الخصوص، أو الدين مثلا، الدين لا يحق لأي مواطن. إذا حددوا الدين والملكية والقرارات القضائية
إذن هذا من يمكن أن نفهم بأنه يعكس إلى حد ما اختصاصات الحكومة، لأن اختصاصات الحكومة كما نعرف أن المشكلة في المغرب أن لدينا حكومة فعلا عن حزب شكلها حزب منتخب هو الفائز في الانتخابات، ولكن المشكلة أن هذه الحكومة تعاني من نقص في الاختصاصات، وهذه المقترحات التي قدمت الآن تخص مجال الحكومة. إذن لكم أن تقرروا فيما يخص الحكومة، أما فيما يخص خارج الحكومة أي فيما يخص المؤسسة الملكية فليس لكم أن تقرروا. المؤسسة الملكية هي تماما قطاع القضاء وقطاع وما يخص الدين إمارة المؤمنين والجيش و يعني مسائل الدفاع والثوابت، يعني ثوابت الأمة. سيد سعيد، يعني في بلد كالمغرب هو في طور التحول الديمقراطي، كيف يمكن أن يعني نتحدث عن الديمقراطية التشاركية إذا لم تكتمل، يعني إذا لم يكتمل شكل الديمقراطية التمثيلية؟ تماما. إذا كانت الدول الأوروبية أو الدول الديمقراطية بصفة عامة تعتمد هذه المشاركة من هذا النوع لتعزيز الديمقراطية التشاركية، هذا هو مبدأها في هذا أو روح التعاقد الاجتماعي الذي تحدثنا عنه، فإن ما يعوز المغرب تماما هو هذا التعاقد الاجتماعي الذي ليس حاضرا. إذن لا يمكن أن نتحدث عن مشاركة غير مؤسسة في ظل نظام سياسي يفتقد إلى مقومات الديمقراطية والتعاقد الاجتماعي. وبالتالي ما هي يعني المخاطر في هذا الإطار؟ ما هي السلبيات التي يمكن أن تنتج عن قانونين مماثلين؟ السلبيات بالنسبة للمجتمع أم بالنسبة للحكومة؟ للإثنين. السلبيات بالنسبة لهذين القانونين أعتقد أنه بالنسبة للرأي العام أو بالنسبة للفاعل السياسي، الفاعل السياسي الذي اختار هذا المجال، يعني الحركة غير المؤسسة أو الحركة الاحتجاجية، أعتقد أنه لن يولي اهتماما كبيرا لهذا النوع من المشاركة. لدينا مثلا مثالين، عندما صدر عفو ملكي في حق مغتصب الأطفال كالفان، فقد خرج الشارع غير المؤسس في تظاهرة وأرغم المؤسسة الملكية على إصدار 3 بيانات في ظرف 24 ساعة. إذن لا أعتقد أن الذي يستطيع بشكل آخر، احتجاجي آخر أو بشكل تفاعلي آخر، أن يفرض على المؤسسة الملكية هكذا تصرف، أن يلجأ إلى طرق كهذه التي تخص الحكومة وحدها. إذن هذا بالنسبة للفاعل السياسي، أعتقد أنه لن يلجأ إلى هذه الطرق. أما بالنسبة للحكومة فإنها ليست لها أي سلبيات، بالعكس لها إيجابيات في أن تسوق لهكذا قانون. نعم، لأنها بالنهاية يعني تملك القرار النهائي في الحكومة. نعم. ستملك القرار النهائي في البت بالمقترحات أم لا، يعني. ولكن من بين المواضيع المقترحة في المغرب اليوم على نطاق واسع ما يسمى بالجهوية الموسعة، واعتبرت نوع من يعني الديمقراطية التبادلية بين الحكم وبين الشعب، ولكن هناك بعض الانتقادات على هذا المبدأ والإطار القانوني المشرع له، يعني لماذا؟ لماذا هناك اعتراضات؟ هناك اعتراضات لأن الأصل فعلا يكون دائما الاعتراض، وأن الجهة المعارضة في المغرب التي غالبا ما تتبنى هذا الطرح تبني مواقفها على الأصل، يعني روح الدستور. بما أن كل السلطات مركزة في يد الملك فإن النظام استبدادي، إذن فإن الجهوية المؤسسة الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة لن تأتي بالديمقراطية إذا كان الدستور في الأصل لا ينص على مشاركة الشعب في اتخاذ القرار. إذن هذا هو ما يقال بالنسبة للديمقراطية الموسعة، هو ما يقال بالنسبة لقضية الصحراء أو النزاع الصحراء في الأقاليم في الإقليم الصحراء الجنوبي، أو فيما يخص هكذا قوانين أو كل القوانين التنظيمية ضمن ما يسمى بتنزيل الدستور. هناك تحدي، لا يمكن أن يكون القانون التنظيمي الناتج عن فصل في الدستور، لا يمكن أن يكون هذا القانون التنظيمي ديمقراطيا إذا كان منبثق عن
وثيقة غير ديمقراطية. إذن هذه أما بالنسبة للحكومة فإن الإيجابي بالنسبة لها في هكذا خطوات أنها تستطيع أن تسوق لشركائها في الخارج أنها بدأت في الانفتاح وتوسيع رقعة فضاء عمومي إلى آخره. شكرا جزيلا لك الصحفي المغربي سعيد سالمي من باريس على كل هذه المعلومات والإيضاحات. معنا من الدار البيضاء أرجاء غراب وهي مواطنة مغربية. مرحبا بك أرجاء. يعني هل تنظرين إلى مشروعي القانونين هذين بالاعتراض على قرارات حكومية أو باقتراح قوانين جديدة بجدية؟ مساء الخير أولا، شكرا على الاستضافة. مساء النور. ثانيا بالنسبة يعني السؤال الذي طرحته حول يعني هل يحق للمواطن أن يعطي اقتراحات بخصوص القانونين الذي طرحتهما الحكومة مؤخرا؟ ليس هل يحق، يعني هل يبادر؟ يعني لأنه هناك يعني الجدل والسجال الحكومي أنه سيصبح قانون وبالتالي يعني يحق للمواطن، ولكن هل أنت ومحيطك يمكن أن تبادروا للاستفادة من هذا الحق؟ نعم، تقديم مقترحات فقط، ليس تقديم يعني قوانين. نعم تقديم مقترحات. نعم نعم، وزير العدل مؤخرا أعطى في ندوة صحفية تعليمات وأعطى يعني فتح الباب لتقديم مقترحات فيما يخص القانون الجنائي الذي تم طرحه مؤخرا. لكن هناك حدود وخطوط حمراء لا يجب تجاوزها. يعني مثلا كالمؤسسة الملكية، لا يمكننا أن نخوض ونقدم مقترحات فيما يخص القانون الذي تسير به المؤسسة الملكية. فيما يخص الدين، لا يمكن أن نقدم يعني بخصوص القانونين الإفطار العلني في رمضان وممارسة الجنس العلني خارج إطار الزواج، لا يمكننا أن نقدم مقترحات لأن المؤسسة الملكية أو الدولة المغربية يعني عموما تسير على منهج أنها دولة إسلامية يعني تحت إمارة أمير المؤمنين. يعني هناك بعض الثوابت الأمة يعني من غير المرجح أو يعني لا يمكن للمغاربة المساس بها ولا حتى الاعتراض على أي من القرارات الحكومية المتعلقة بها، كما ذكرت الدين الإسلامي، المملكة المغربية، قضايا الدفاع والحقوق المكتسبة، ولكن يعني هناك قوانين من نوع أخرى، اقتراح قوانين من نوع أخرى يمكن لكم كمواطنين أن تتقدموا بها. هل تثقون بأن اقتراح قوانين من هذا النوع سيتم النظر به بجدية من قبل الحكومة المغربية؟ أنه يمكن للمغربي أن يقدم اقتراحات ويقدم مقترحات التي ممكن أن تعدل هذا القانون الجنائي الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، لكن في إطار أن لا يتجاوز الخطوط الحمراء، وقدم كذلك رسالة إلى المعارضة. يعني المعارضة البناء ليست المعارضة من أجل المعارضة فقط ومن أجل إسقاط يعني قيمة الحكومة. شكرا جزيلا لك. الآن إلى مشاركة مصورة بعثها المواطن المغربي بلال كلوح. فيما يخصني أرى أنني سأقوم باقتراح مشاريع قوانين أو الاعتراض على مشاريع القوانين الحكومية التي تمس الفئة التي أنتمي إليها والتي هي فئة الشباب، وهذا بناء على ملاحظة يعني لملاحظة عن المجتمعات العربية، هي مجتمعات فيها تأثير الفاعل المدني جد ضئيل مقارنة بالمجتمعات الأوروبية. فمثلا في سويسرا من حق المواطنين أن يجبروا البرلمان على التصويت على مشاريع قوانين، ليس البرلمان هو من يقترحها بل المواطنون. نشكر بلال كلوح ونعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، هل يمكن أن تبادروا بالطعن بقرارات حكومية أو باقتراح قوانين في حال منحتكم دولتكم الفرصة لذلك؟ معنا من تونس ألفة سكري الشريف وهي نائبة في البرلمان التونسي. مرحبا بك سيدة ألفة. يعني من بين الانتقادات لما يعرف بالشكل الديمقراطي الكلاسيكي في تونس هو هذا الصراع الدائم بين الليبراليين والعلمانيين، لذا البعض اقترح يعني وجود نوع من الديمقراطية التشاركية في هذا الإطار، ما رأيك في ذلك؟ أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة الأخت نادين. أهلا فيك. نثمن يعني
التجربة التونسية في تركيز الديمقراطية لهذا المسار، احنا نؤمن بكثير في الديمقراطية التشاركية واللي لها ركائز يلزم احنا نخولها للشعب للمواطنين وللسيفل سوسايتي. هو اول حاجة هو النفاذ الى المعلومة والشفافية وتشريك المواطن في أخذ القرار، يعني يلزم الاستماع إليه ويلزم تشريكه يأخذ بعين الاعتبار في أخذ القرار في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نحب نذكر اللي في الدستور اللي كتبناه هو في الفصل الثالث للدستور، الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارس هذه السلطات عبر ممثليه اللي هم المنتخبين أو عبر الاستفتاء. وفي موضوع الاستفتاء أو العرائض، هي من أحسن الأشياء هو نكون أحنا باتصال متواصل، خاطر أحنا نمثل الشعب ويلزمنا نوصل صوت الشعب. لنجاح المسار الديمقراطي في تونس يلزم الاعتماد على ازدهار اقتصادي، خاطر الثورة قامت على الكرامة وعلى الحرية وعلى الشغل. يعني المسار الاقتصادي يلزم فيه إصلاحات، والإصلاحات هذه مش تكون جذرية، وأحنا نحب نكون متواصلين مع المواطنين ونشاركوهم في القرار، ومش نوضع في هذا المجال لشفافية تامة للمعلومات مع السوشيال ميديا، مش ناخذوا برأيهم ونفعلوا كل الاستماعات ونجم حتى نستدعاهم، خاطر الاستماعات مش تكون مفتوحة. طب هذا يعني عفوا على المقاطعة يتطلب إرادة سياسية، ولكن من ناحية أخرى إلى أي مدى يتطلب الموضوع كذلك وعي اجتماعي يقدر من خلاله يعني المواطنون من تجاوز، يعني يستطيعون تجاوز كل الخلافات السياسية فيما بينهم؟ مش نحكي بصفة خاصة على لجنة المالية اللي هي لجنة يترأسها المعارضة حسب نص دستوري واللي فيها تمثيل نسبي لكل السياسات، ومن تثمين الثورة اللي احنا يعني ما نقولوش فما تحالف ولا تآلف بين الواحد، اما فما تمثيلية نسبية لكل شرائح السياسية، واللي المصلحة مش تكون وطنية، وكل التجاذبات السياسية مش نتفاداوها لبناء الوطن، لبناء لنوصلوا للأهداف، نحققوا الأهداف بتاعتها. المواطن مش نشاركوه في النفاذ إلى المعلومة، مش نشاركوه في أخذ الرأي، أما ليس هناك يعني نص دستوري اللي نجم المواطن يكتب عريضة، أما هو عنده الحق مش يحتج، وعنده الحق في الاقتراح، وعنده الحق باش يوصل صوته، واحنا نحبوا نرفع من مستوى الوعي لدى اعضاء المنتخبين. طب باختصار لو سمحتي سيدة ألفت، هل هذا النوع يعني لو تطورت هذه الاشكال من الديمقراطية الى ديمقراطية تمثيلية، هل تعتبر استكمالا للثورة التونسية؟ نعم، استكمال ونجاح على كل المنطقة. نعم، احنا نخدم على هذا الآن، وهذا اقتراح، وكنا ندرس في على التجربة من البرلمان الأوروبي اللي مثلا في العام 2012 تمت إحالة 1986 عريضة. نعم. من المواطنين، ومنها 1406 قبلت للدرس. قاعدين ندرس في الآلية كيفاش نتعمق في دراسة العرائض من المواطنين، وكيفاش نحدث. نعم. إنشاء لجنة لتقييم واستجابة كل ما يخص بالمواطنين. سأعود إليك سيدة ألفة السكري، يعني ابقي معنا لو سمحتي. معنا أيوب حمدي عبر الهاتف. أيوب، يعني هل تعتبر أن الشعب التونسي مهيأ لاتخاذ أو اقتراح قوانين بالأحرى أو الاعتراض على أخرى؟ مرحبا بكم، مرحبا بالسيدة ألفة. بالنسبة لي أظن أن الشعب التونسي، وذلك واضح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بإمكانه المشاركة في أخذ القرارات أو التعبير عن رأيه بكل حرية، لوضع أو لتحليل بعض القرارات أو حتى لمحاولة تغيير بعض النصوص. أنا لا أفهم كثيرا في الأمور القانونية وليس لدي اطلاع قانوني على بعض المسائل، لكن أظن أنه من واجب أي شخص في الشعب التونسي إذا كان لديه اقتراحات أو يمكن اقتراحها على النواب الموجودين من باب المشاركة.
نعم. وهذا دعم لفكرة نجاح هذا الأسلوب في البلدان الأوروبية، لأن هذا الأسلوب نجح في البلاد الأوروبية، البلدان الأوروبية لماذا لا ينجح في البلاد التونسية؟ نحن شعب نتمتع بالديمقراطية، لدينا اختلافات كثيرة. يعني هل يمكن تجاوز الأحزاب وحسابات الأحزاب الضيقة؟ ما هو دور الأحزاب في هذا الإطار؟ أنا لا أرى الأحزاب سوى دور واحد، وهو النزاع أن على السلطة. ليس لهم نسبيا يعني بنسبة كبيرة دور الأحزاب هو الوصول إلى السلطة ليس الإصلاح، لأن ما يحدث الآن في تونس كما نلاحظ هناك العديد من التجاذبات السياسية كلها صادرة عن الأحزاب وليست صادرة عن المواطنين، لأن بعد الثورة الشعب التونسي كانت له كلمة واحدة وكان موحد، لم تكن هناك أحزاب وكان الوضع جيد جدا، كنا حتى جيران وأصدقاء كنا نتواصل على نفس الأفكار. نعم. كانت لنا أهداف هي النهوض بالبلاد وليست لنا أهداف أخرى، من سينال السلطة، هل هذا ديني، هذا إسلامي، هذا ليس إسلامي، هذا يساري، هذا وصلنا إلى هذه المصطلحات فتغيرت الأفكار وتغيرت الأهداف. شكرا يعني. شكرا جزيلا لك. وهذا ما أعيبه على الأحزاب. شكرا جزيلا لك أيوب حمدي من تونس على كل مزيد من أراء المواطنين التونسيين في عينة جمعتها كاميرا بورصة الرأي. من حقه أي مواطن تونسي أنه يعارض، وحق الاعتراض هذا حق مواطنة، وذول لي انا واحد من الناس، ما من الناس اللي نجم نعرض الحكومه، ولا وانا نجم نكون في اي بلاصه في اي موقع نتاعي، معناها نجم نعرض الحكومه في اي قرارات تاخذ ولا اي مشروع هي تحب تنفذه. من الحق المواطن باش يبدي رايه، كل مواطن عنده الحق باش يبدي رايه، اذا كانت تاع قرارات مثلا ما نقولش قرارات الحكومه غالطه، انا نبدي رايي، راهو عندي الحق ما دام فما ديمقراطيه نبدي رايي، كان موضوع باهي مقبول نقبله، كان موضوع مش مقبول ما نعترض فيه ونعمل عريضه عليه ونتكلم. يجب يشارك المواطن في القرارات هذوما، مش يشارك في القرارات باش يعطي رايه، معناها ماهوش في الاخر بكل مش شيخ هو القرار، هو باش يعطي رايه وياخذ شنو دوره هو، شنو هي رايه، شنو باش يقول، وبعد الحكومه هي اللي تحكم كل شيء. لابد ان يكون المواطن التونسي ان ينص او له الحق في ممارسه نصوص قانونيه تكون من مصدرها الشعب التونسي لتنصيص بعض القوانين التي تهمه في المعيشه، في السياسة، في التعليم، في جميع المجالات. ترحيب كذلك من بعض المواطنين التونسيين باقتراحات مماثلة. إلى مزيد من المشاركات الإلكترونية الآن، إبراهيم عبر فيسبوك: ما زالت حتى الآن الكثير من القرارات السياسية نابعة من هوى الحاكم فقط. مشارك آخر عبر تويتر: لكي تقضي على التطرف والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية يجب إشعار المواطن بانتمائه لوطنه من خلال المشاركة في القرار. أعود إلى السيدة ألفة السكري الشريف. سيدة ألفة، يعني هذه المنظومة من الديمقراطية التشاركية طبعا يعني بحسب الكثيرين يجب أن تطبق على مراحل لكي لا تخلق فوضى، يعني إذا ما اعتبرنا أن تونس يمكن أن تصل إلى هذا النوع من الديمقراطيات، ما هي المراحل التي يجب أن تمر بها؟ أول شيء هو يلزم الاستماع للمواطنين والأخذ بأرائهم مع الإدماج كل الرأي في لجان لأخذ القرار ويعطيهم الإجابة لذلك، الاتصال المتواصل بالمنتخبين والمواطنين، هذه أول حاجة، نفاذهم إلى المعلومة، هم عندهم الحق في التدخل في أي حوار ولا أي سوجي سابجكت. أما ساعات الخبرة نبدأ وإحنا بعاد عن ميدان خاص نجمو نغلطو، دونك يلزم التمكن بمعلومة وبمعلومة عن ركائز بروفيشنال، عن خبراء، عن عبيد عاشت في قطاع هذاك، عاش لا مركزية مثلا، نحن في الدستور الباب السابع حطينا من ركائز الديمقراطية هو اللا مركزية لنسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة وليكون موجود تمييز إيجابي. يلزم هذايا تفعيل الفصول وتفعيل القانون ويكون المواطن
أدرى بها وينظر كيف تعمل يعني الحكومة. ونحب نعقب على الأخ أيوب حمدي اللي هو قال دور الأحزاب هو الأصول للسلطة. أنا مانيش موافقة في هذا، ما دور الأحزاب هو خلق آراء وآراء مختلفة ومن تثمين الثورة، اللي احنا نتعايشوا مع بعضنا ونجم نديروا معناش نفس البرامج، أما الهدف الأخير هو احنا مصلحة المواطنين ومصلحة الوطن والوطن فوق الجميع. نعم، ولكن الأحزاب أليست مدعوة لتغيير نطاق عملها نهجها لكي تشرك فعلا المواطنين، تشرك فعلا قوى الشباب، قوى الثورة، المجتمع المدني، هؤلاء الذين شاركوا في الثورة؟ يعني أين هم اليوم من القرار السياسي في تونس؟ هما موجودين. أنا نجم نقول لك في نطاق لجنة المالية احنا عندنا NGO معناتها موجودين معنا، المجتمع المدني، المجتمع المدني حاضر، وساعات حتى من المواطنين اللي يحبوا يحضروا للجلسات العامة يكونوا موجودين. ما عندهمش كيفاش يمدوا بالآراء، احنا قاعدين نفتش على وسائل، مثلا خاصة كي مش نقوموا بإصلاحات في النطاق الاقتصادي مش يكونوا على علم وش نجموا يشاركوا معنا بالرسائل كما قلت انت الإلكترونية بالتويتر بالفيسبوك، مش ناخذوا آراءهم وندونوهم، مش يعرفوا اللي نجموا هما كونوا صلحوا رأي نائب ولا رأي سلطة تشريعية. نعم. هذه من أول حاجات معناتها نفاذهم إلى المعلومة، تشريكهم في أخذ القرار، مدهم دمج هذه المعلومات ومدهم اللي كيفاش أثروا الإمباكت على الديسيجن بتاعنا. وإحنا ديما نقول وإحنا تونس معناتها معناش ثروات طبيعية كبيرة، ما ثروات الإنسانية human resources أقوى، والرأس المال المجتمع هو المواطنون، وإحنا يلزمنا نفعل هذا. نعم، هذا النوع من المشاركات. نعم. شكرا، شكرا جزيلا لك النائبة في البرلمان التونسي السيدة ألفة السكري الشريف للمشاركة معنا، ساعدنا بوجودك. ينضم إلينا محمد فيجو وهو مواطن مصري. مرحبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تنظر إلى هذا النوع من القوانين التي يمكن أن تتيح لك أنت شخصيا ربما في يوم من الأيام أن تعترض على قرار حكومي أو أن تقترح قانون جديد؟ بص، السلام عليكم الأول. وعليكم السلام. دلوقتي القوانين اللي احنا عندنا في مصر هنا اللي بيحكم الحكومة هي شيء واحد بس اللي هو البرلمان. طبعا البرلمان عندنا ما لسه. ثاني حاجة، الأحزاب حاليا قبل ثورة 25 يناير كان عاش الملك مثل الملك، وبعد 30 يونيو بعد 30/6 برضك الأحزاب صفر كلها، يعني كلها مع احترام للأحزاب اللي عندنا، كلها عندنا جميتين حزب بس. أولا موافقين كله مع الحكومة أن الحكومة صح والرئيس صح وبعت الشعب غلط. طب أنت ما رأيك بالمبدأ محمد؟ يعني ما رأيك بمبدأ أن يشترك المواطنون مع الحكومة يعني في المشاركة في الآراء، في سن القوانين، في طرح المبادرات؟ ما رأيك بالمبدأ؟ بص أنا أقول لك حكاية. إحنا عندنا أولا في مصر لنا نسبة أمية عالية وفرق ثقافة بيننا وبين العالم الغربي. العالم الغربي طبعا أنت عارفه بيشارك الحكومة والقانون ده عندهم دي أسهل حاجة متاحة، لكن عندنا أنا في مصر أو في العالم العربي، في مصر خصوصا اللي أنا بيتحدث منها دلوقتي حاليا، إحنا جالنا 12 مليار دولار راحوا فين؟ فين المشاريع؟ ما فيش الا مشروع واحد بس اللي هو اتعمل اللي هو بتاع طبق قناه السويس، وكل سنه وانت طيب، وعمالين يقللوا عليه. ثاني حاجه دلوقتي هي فرق ثقافه، عندك نسبه الاميه عاليه جدا هنا في مصر. دلوقتي انت لو قابلت اي واحد وقلت له قول لي ماده واحده بس من الدستور ولا من اي قانون مش هيعرف، لان اثر الاحزاب انت عارف عندنا هنا في مصر بينجحوا لمؤاخذه يعني بالزيت والسكر والحاجات دي، اجي اللي ماشي عندنا في مصر. لو والبرلمان اللي بيمثل المواطن المصري اللي عندنا البسيط اللي هو الفلاح الشقيان اللي هو مثلا لا يعلم القراءه ولا الكتابه الامي، اللي هو قالوا زي احترام لاي حد يعني مثلا ده روحوا نجحوا الراجل ده يبقى كل القصيده كلها تروح لريحه الراجل ده. يعني عندنا ما فيش فكر، ما فيش راي، ما فيش اي. يعني بصي الفرق الثقافه هي اصلا اللي هي موديه الشعوب اللي احنا اللي بيقولوا عليها العالم الثالث اللي احنا منها دي، اللي هي اللي يعني مثلا ما حدش ليه راي هنا، اللي هو اللي الحاكم خلاص كله عاش. يعني بصي يعني كل كلمه الحاكم اللي هو ماشي على الكل. عندنا هنا ما فيش يعني مثلا البرلمان عندنا مش راضيين يعملوه. طب ليه مثلا البرلمان اللي بيحكم الحكومه؟ لان الحكومه فاشله اولا.
شكرا جزيلا لك محمد فيجو، مواطن مصري، للمشاركة معنا. إلى فاصل الآن ونعود بعده. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أذكركم بموضوع حلقتنا لليوم وسؤالنا لكم: هل يمكن أن تبادروا باقتراح قوانين أو بالاعتراض على أخرى في حال منحتكم حكومة بلدكم هذا الحق؟ شاركونا عبر فيسبوك، تويتر، ويبكام أو عبر الهاتف. معنا من عمان السيد أسامة عيسى وهو إعلامي أردني. مرحبا بك أسامة. يعني ما هي مظاهر الديمقراطية التشاركية الموجودة في الأردن؟ بداية أشكركم على اللقاء وأشكركم على جهودكم وهذا البرنامج الجميل. يا أهلا فيك. الله يسعدك يا رب. فرصة تشاركية ديمقراطية، يعني هو الشكل الأساسي هو مجلس النواب. طبعا احنا عندنا في الأردن يعني كمجلس نواب بتقدر تحكي انه رأي عام شعبي انه غير راضي عن أداء هذا المجلس، إضافة لأنه ما في يعني عندنا الأحزاب السياسية هي في ضعف شديد، قد يكون أريد لها أن تضعف أو هي يعني ضعيفة، هذا أمر آخر. هذا الأمر بيسهم في يعني تقريبا انعدام مشاركة الشباب في الحياة السياسية الفعالة كما يجب. يعني هاي الصورة هي العامة في الديمقراطية، التشاركية الديمقراطية. طب ماذا عن يعني الأطر التنظيمية الأخرى كالبلديات، كالجمعيات، النقابات، التنظيمات، هل يعني تساهم فعلا في تكريس هذا المبدأ، مبدأ المشاركة؟ هي كأحزاب وكتنظيمات موجود، لكن يعني كمشاركة سياسية في ضعف. يعني هو طبعا في عدة عوامل. أول شيء نفس الأحزاب نفس لساتها عايشة في يعني عصور أقدم من هذا العصر، يبدو أنه عندهم مشكلة في التحديث والتعامل مع الأمور المستجدة دائما، إضافة لأنه يعني قد يكون هناك يعني سياسة للحكومة يعني تتبعها تضعف هاي الأحزاب هاي التنظيمات. عندنا في الأردن النقابات يعني هي يعني يمكن ألطف شيء، هي بتحاول يعني النقابات المهنية هي بتحاول دائما تقدم تواكب أحداث، تكون لها مشاركة، يكون لها آراء، نعم، لها تصريحات. نعم، خليك مع أسامة، سأعود إليك. نستمع إلى علي أبو طربوش وهو مواطن سعودي ينضم إلينا من الرياض. مرحبا علي، ما رأيك بهذا المبدأ، مبدأ المشاركة في القرار بين الحكومات والمواطنين؟ هل العرب مؤهلون لذلك؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا فيك. أحدثكم من مكة المكرمة أولا، ليس من الرياض. نعم، يا أهلا. نعم، بالنسبة لموضوع المشاركة، الكثير يعني من الشعوب الآن هي قابلة على أن تشارك الحكومات، ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية بحكم الشريعة الإسلامية مبدأ الشورى مهم جدا، لذلك أتوقع إنه الجميع سيبادر، فهو موضوع يعني متجذر في كافة الشعوب السعودية أو كافة الأسر السعودية. طيب يعني أي قرارات يهم السعوديون اليوم أن يعني يغيروها، أن يقترحوها، أي نوع من المجالات قد تبادرون لتغيير شيء في مظاهرها العامة؟ المجالات التعليمية وفي أكثر الأشياء حقيقة، في أكثر كل ما بالإمكان هناك مشكلة بسيطة. شكرا علي أبو طربوش، وعذرا هناك خلل في الصوت. ينضم إلينا طارق شندب وهو محامي لبناني من بيروت. طارق، هل تعتبر أن هذا النموذج من المشاركة في القرار بين المواطنين والحكومات يعني يمكن أن يطبق في لبنان؟ أولا مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. بالفعل يعني المشاركة بين المواطنين يعني
والحكومات باتخاذ القرار هو مبدأ معمول به باعتبار أن المجلس النيابي في لبنان هو من يتخذ القرار في التشريع. الحكومة اللبنانية لها صلاحية التشريع في بعض الحالات الخاصة من ثم المراسيم الزراعية عندما تأخذ تفويضا من المجلس النيابي. معظم مشاريع القوانين التي تدرس في المجلس النيابي إذا كانت تخص مشكلة معينة أو موضوع معين في لبنان يتم الاستماع إلى آراء أصحاب الخبرة أو منظمة المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، ولكن ضمن نطاق ضيق. الإشكالية تأتي دائما في المشاركة بعد إصدار القوانين عندما يأتي الاعتراض على هذه القوانين من قبل اللبنانيين، وهنا لا نتكلم عن مشاركة وإنما عن إعطاء رأي سياسي في هذه القوانين التي قد تثير كثير من المشاكل في لبنان. ونحن الآن أمام حالة نموذج هو قانون السير في لبنان الذي ابتدأ تطبيقه منذ حوالي يومين والذي يلاقي اعتراضا واسعا في الشارع اللبناني، والذي يضع المجلس النيابي من جديد على المحك لإعادة درس هذا القانون. أضف إلى ذلك هناك مشكلة أيضا في لبنان، أو يمكن أن نقول أنها نوع من تأثير الرأي العام اللبناني على بعض القوانين القديمة التي هي ما زالت تشكل ثغرة في التشريع اللبناني. فمثلا قانون الانتخابات النيابية في لبنان هو دائما يطرح إشكالية كبرى قبل الانتخابات النيابية، وهو يعني موضوع الشارع اللبناني دائما في كل حدث سياسي وفي كل مناسبة سياسية، ودائما ما يتم الاتفاق على هذا القانون قبل الانتخابات بحوالي شهرين أو ثلاثة، بالرغم من أن شريحة كبرى أو معظم اللبنانيين لديهم آراء متفاوتة في هذا القانون. إذن هناك والنواب ينقلون نبض الشارع اللبناني في بعض الأحيان، ولكن الاعتبارات الطائفية والاعتبارات السياسية الكبرى في لبنان عبر يعني مسألة الطائفية المسيسة في هذا الخصوص. صحيح. شكرا جزيلا لك المحامي طارق شندب من بيروت. معنا الآن أحمد عمر من ليبيا من طرابلس. مرحبا بك أحمد. مرحبتين أختي. ما رأيك بهذا المبدأ، يعني مبدأ المشاركة وتقوية حس المواطنة لدى المواطنين في دولة ما من خلال يعني المشاركة في القرار السياسي؟ طبعا السلام عليكم ورحب بكم وأشكركم على التداخل موافقة المداخلة معنا. بالنسبة لرأينا الشخصي، عملية الإقرار جعل المواطن وأعطائه الفرصة للمشاركة في التشريع أو في اتخاذ القرارات أكيد بتكون تأتي عن طريق الأغلبية، يعني رأي أغلبية المواطنين في موضوع معين. يعني هي كل دولة تحدد عدد الأصوات المطلوبة لكي يؤخذ بعين الاعتبار بأي مراجعة قانونية معينة أو أي اقتراح معين، وبالتالي يعني يراجع حكوميا، تراجع الحكومة هذا القرار، وكل دولة على حدة تحدد أعداد الأصوات المطلوبة. صحيح، ولكن نعرف أن موضوع النسبة والتناسب تقبل أن تكون القرار أو المواطنين نسبة أكبر نسبة من المواطنين اتخذوا قرار معين، هل هو بغض النظر عن صحته أو يعني عن موضوعيته أو أنه صحيح أو غير صحيح سيتم الموافقة عليه. لو قلنا أن قرار مثلا مجموعة من المواطنين اتخذوا قرار خاطئ وأجبرت الحكومة على الموافقة عليه، فكيف نتصرف هنا؟ لا، هي لا تجبر، هي لا تجبر، هي تراجع ويمكن أن ترفض. يعني هي الغريب في الموضوع ان نحن عملنا في، لو تكلمت على ليبيا مثلا، شارك الشعب لو سمحت في انتخابات المؤتمر وشارك الشعب في انتخابات البرلمان ولم تحل المسألة. انا في رأيي الشخصي ان مناقشة موضوع الملكية في ليبيا او في اي دولة تريد ديمقراطية صحيحة قرار يعتبر صائب. شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد عمر من مدينة طرابلس من العاصمة الليبية. إلى مشاركة عبر فيسبوك سليم المواطنة، هي المشاركة في اتخاذ القرار وتقرير المصير، وهي تمثل احترام عقل المواطن والثقة فيه، وهذا مضاد لنظام اقتصاد الدولة ومصيرها على شخص واحد. أعود إلى سكايب وإلى أسامة عيسى. أسامة، يعني هناك بعض السلبيات للديمقراطية التشاركية من بينها خاصة إمكانية تعدد أقطاب القرار.
ما فهمت السؤال يعني في حال توفرت أو توفر نظام ما يوصف بالديمقراطية التمثيلية قد تكسر أقطاب القرار وبالتالي هناك صعوبة لاتخاذ القرار المناسب. أنت تقصدي في حال طبق موضوع تشارك الشعب في القرارات كما يحصل الآن في المغرب؟ نعم تمام. لا يعني أنا ما بشوف أن الأمور سوداوية بهذا المنحى، بالعكس هو له من الإيجابيات الكثير. يعني رح يكون في بالعكس الناس رح يكون في عندها دافع كبير أنها تشارك، رح يكون الناس تحس بالمسؤولية تجاه أي قرار ممكن يؤخذ في البلد، لا كما هو حاصل الآن في الأردن وغيرها الكثير من البلدان العربية، نوع من الإحباط واليأس أنه شو ما اتخذوا قوانين شو ما حطوا قرارات الأمور سائرة في الاتجاه السيء. المواطن لما يعني يؤخذ رأيه في أي قرار سواء أو الطعن في قرار قد اتخذ سابقا، أعتقد أنه هو يعزز فكرة المواطن حتى. يعني مثلا عندنا في الأردن أنا أتخيل أن المزاج الشعبي العام رافض جدا جدا لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، رافض جدا لبعض. شكرا لك. هذه صارت أزمة الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا لك الإعلامي الأردني من عمان أسامة عيسى للمشاركة معنا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. غدا موضوع جديد وآراء أخرى، آراءكم. إلى اللقاء.